يروجون على أنهم بالفعل بصدد الحسم النهائي خلال أيام للمعركة. هل تكون مأرب ضحية التفاهمات السياسية بين دول الإقليم؟ مستحيل تسقط مدينة مأرب، ومستحيل الحوثي يسيطر على آبار النفط، لأنه إذا سيطر عليها مأرب تعد أول مدينة التي قلت عنها، هي مركز ورمزية للدولة أو الحكومة اليمنية أو الشعب اليمني. شيء ثاني هي منبع للنفط، وهي بوابة إلى شبوة كذلك محافظة نفط، وهي تهديد حقيقي أو لبننة أخرى في مأرب للحد الجنوبي. هذا كله باب كما قلت جبال الفلق، وهذه المواقع من سنين نسمع تم السيطرة عليها وبعدين تسيطر عليها القبائل أو الجيش. نحن نعلم أن لا يوجد هناك جيش، وتحدثت أنا معك في حلقة سابقة وقلت لك أن وزير الدفاع يا سيدي فسر لي ما الذي جرى في الحديدة. إذن في الحديدة كان هناك نقول تخاذل المجتمع الدولي، أو كما يقولونهم في الاجتماع أن لم يدركوا يعني هناك مفردات كانت في الاتفاق أو تفاصيل فهمها الحوثيين بشكل خطأ، وادعوا أن هناك الوضع الإنساني ووضع إنساني، بينما هناك انتهاكات وثقة كمنظمات وموجودة في السوشيال ميديا يوميا عن قتل وتفخيخ وتفجير عشرات اليمنيين في المناطق الساحلية للحديدة. للأسف الشديد صارت الوضع الإنساني الذي يدعيه بايدن والسياسة الأمريكية شماعة تعلق عليها الرغبة الأمريكية والبريطانية باستمرار هذه الحرب. ولكن أنا أوضحت لك وللمشاهد الكريم أن هناك تغير في الموقف الأمريكي منذ زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إلى البحرين ومؤتمر البحرين.